يلا ده هيساعدك عشان انت بتطلقي. يلا بالراحه 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 بالراحه. انت بتعمل ايه؟ ايه يا حبيبتي بساعدك عشان خاطر تهدي. يلا جربي معايا بس كده جربي معايا. ايه يا ادهم وانا داخله اولاد؟ اللي انت بتعمله ده في الولاده بس. حرام عليك يا اخي، انت كده بتوترني زياده. انت انا ما اقصدش ان انا اوترك ولا حاجه، بس انا نفسي متوتر ومش عارف يعني اعمل ايه، وبعدين انا ما اعرفش موضوع التنفس ده الولاده بس ولا مش الولاده. الله، عايزني اهدى يا ادهم؟ اه. طب اقعد انت ارتاح بس وانا هبقى تمام قوي. ايوه لا تمام تمام عندك حق، انا هقعد ارتاح وانت ترتاحي. حاضر. يا اخي اقرا لي قران، اديني مصحف اقرا فيه، اعمل اي حاجه مفيده. ايوه صح صح، قران قران، مفيش احسن من القران. انت انا كنت شايفك كنت بتحطيه في السوسته صح؟ ايوه اتفضلي خدي حبيبي خدي. بقول لك ايه يا وسيله؟ هو انا بس كنت عايز اعرف انت شايله مفتاح الخزن فين؟ والورق المهم فين؟ عشان خاطر لو حصل في الامور امور ينفع اسعف نفسي، يعني ما نقعدش بقى نتبرجل بقى كده او نتبرجل كده، لان خلاص انت بتفول عليا يا ادهم؟ لا هي برد كده؟ انت بتفول عليا وانا داخل اعمل عمليه وانت بتقول لي الورق والفلوس؟ لا 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 ما اقصدش خالص. هات المصحف. انا ما اقصدش. هات المصحف. اتفضلي بس كده. اتفضلي ربنا يشفيكي، ربنا يتقبل منك يا رب. اتفضلي. مساء الخير. انت ايه؟ انت جيت امتى؟ انت جيت معانا نفس الطياره؟ لا لا انا جيت بالطياره اللي بعديكوا على طول. ما هو ما قدرتش اسيبك لوحدك كنت بتعملي عمليه زي دي. نعم. ايه هو على اساس ان انا يعني قاعد معاها من ديكور المستشفى؟ طب ما انا جوزها وقاعد جنبها عادي مش لوحدها. لا لا عفوا يا ادهم بيه، مش القصد والله، بس انا عارف انها قلقانه عشان كده حبيت اجي واطمنها. عموما ما تقلقيش كل حاجه هتبقى كويسه، العمليه دي بسيطه جدا والناس هنا بروفيشنال قوي، وانا اتكلمت مع الدكتور بره وهو طمني وفهمني العمليه هتاخد ساعه بالكتير، وبعدها يفوقوكي وينقلوكي الاوضه عاديه. على فكره ما جابش جديد، يعني ما جابش جديد خالص. ما انا سالت الدكاتره على كل التفاصيل ديت وكنت عارفها كنت هقولها لك، بس احنا كنا مشغولين زي ما انت كنت شايفه، وبعدين طب علينا ناس فجاه فبعد عنك ما عرفناش نقول اي حاجه، الدنيا قفشت مره واحده. حتى ان شاء الله هتبقي جاهزه تخلفي وتجيبي لنا احلى بيبي يملى علينا الدنيا كلها. تجيبي لنا مين؟ تجيبي لنا ازاي؟ شوفي فايق والله، فايق الراجل ده والله عظيم جدا، لانه بجد خوفه علينا دوت بجد شيء يسعد، يعني بيحسسني انه حاشر نفسه في كل حاجه، يعني حتى ابننا بقى يجي لنا. يعني تحب اكتبه باسمك لو حابب؟ في ايه يا ادهم بيه؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ انت كلك غلط في غلط. ادهم اموري يا حبيبتي. في ايه ده؟ بدل ما نشكره انه جاي ورانا وسايب كل اللي وراه عشان طبنا على العمليه. هو يا حد قال له؟ حد قال له يعني يجي؟ قصدي يعني ما حدش قال له يتعب نفسه ويجي. ما حدش قال لي، بس ضمير حتم عليا كده. عموما انا اسف. حساس قوي. It's show time. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. وسيلة أنا بحبك. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أدهم.